ازاي عاملين ايه؟ فيديو النهاردة من تجارب منتجات البيت، واللي مش عارف الفيديو ده دي سلسلة كاملة احنا بادئينها على اليوتيوب، بشتري فيها منتجات كده غريبة مش متعارف عليها، يا اما من البيجات يا اما من جوميا من نون من امازون او من محلات ادوات منزلية، وبقول لكم عليها اسعارها كام وبجربها قدامكم على الكاميرا، ويا اما بتطلع حلوة او وحشة وما تشتروهاش. فيلا بينا نبدأ الفيديو النهاردة، وفيديو النهاردة مميز جدا جدا جدا، لان التجارب على المنتجات بتاعت النهاردة هي منتجات المطبخ. فيلا بينا نبدأ الفيديو، بس قبل كده ما تنسوش لايك سبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. يلا بينا على الفيديو. اول منتج قطاعة البقدونس. قطعة البقدونس دي كان سعرها 40 جنيه، ماشي، بس المحل اللي انا مشتريه منه كان عامل خصم ومخليها 30 جنيه. تعالوا بقى نفتحها مع بعض ونشوف بتشتغل ازاي. بصوا المفروض دي شكلها، المفروض هنا المكان هو اللي المفروض بقطع فيه بتقطع منه يعني البقدونس وكده، تقريبا المفروض بقعد الفها كده والبقدونس يتقطع. طيب احط البقدونس فين؟ هنا هاي المفروض كده، ومفروض بضغط على البقدونس واقطع تقريبا. بس هي ليه بتلف؟ هي مش عارفة عدد اللفات قد ايه، ولا المفروض افتحها كده شوية؟ بس مش عارفة، خلونا ايه، انا حاسة بس ان هي رخمة شوية في التقطيع من هنا. خلونا نجيب بقى البقدونس. بصوا يا جماعة، انا نزلت مخصوص اشتري بقدونس وكزبرة وشبت، بصوا جبت كل الخضرة علشان خاطر اجرب المنتجات بتاعة النهاردة على الحاجات دي. فهروح اغسل الحاجات دي ونيجي بقى نشوف بتقطع ولا لا. طيب انا جبت شوية اهو وغسلاهم وجبت الطبق بتاعنا، هنشوف بقى. بصوا المفروض دي كده. طيب هحط شوية هنا وشوية ناحية التانية. انا برضو مش عارفة هي بتاخد المفروض كمية قد ايه، بس خلونا ايه نكتشف كده مع بعض. المفروض بقى ان انا هضغط عليها كده هنا وابدأ افرم بقى ونشوف هتنزل ولا لا. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا اهي نجرب. انا مش عارفة بس ايه، لا نزلت. بصوا هي نزلت هنا بس ما نزلتش في الطبق. استنى احاول اعدل ايدي كده. هي ليه دي اخرها؟ انا مش قادرة افهم ليه دي اخرها، يعني ما بتلفش ليه؟ يعني ليه دي الاخر؟ ليه يعني تقريبا المفروض اعمل كده وبعد كده ارجع تاني كده وبعد كده اعمل كده وارجع، فاهمين؟ بس هي بتقطع اهي. خلونا برضو ايه نخلص ونشوف سمكها عامل ازاي. بصوا انتوا فاهمين قصدي اللي انا بقوله، يعني بلف لفة دي الاخر واقوم راجع اللفة تاني دي الاخر والف كمان. ليه بقى مش بتلف كده؟ ما مش عارفة، ما عنديش فكرة. هي خلصت؟ هي في حاجات محشورة جوه؟ لا بس مش كتير تقريبا، المفروض يعني احط كميه كبيره وافرم. بس هي بصراحه شغاله، هي فرمت اهي. بس انا شايفه ان هي اختراع كويس، يعني يمكن مثلا لو انا مليت بقى مليتها كلها بقدونس او اي نوع خضره يعني ان هي تقطع. بس هي مش زي ما قلت لكم ان هي ما بتلفش لحد الاخر، وانا شايفه ان هي بصراحه فرمت اهي. بس هي منجزه، يعني منجزة في الوقت، وكمان سعرها حلو يعني على قد امكانياتها دي. هي سعرها كويس، لما اشتريها انا اشتريتها ب30، بس هي سعرها الاصلي ب40 زي ما قلت لكم. لما اشتريها ب30 او 40 جنيه عادي، يعني مش مشكلة هتوفر معايا. طيب خلونا بقى ندخل على المنتج اللي بعده. المنتج اللي بعده المقص ده. بصوا المقص ده فيه كام سن من هنا، واخدين بالكم؟ المقص ده دوره ايه؟ برضو بيقطع الخضرة. الفكرة بتاعته ان انا بدل ما اقطع الخضرة واحدة واحدة ماشي او بالسكينة قطعة قطعة، لا المقص ده فيه كذا كذا سكين اهو من جوه، تمام،
ادي 1 2 3 4 5، في 5 سكاكين من جوه، المفروض ان انا لما احط فيهم الخضرة بتاعتي واقطع يقطع بشكل اسرع واصغر. انتوا شايفين اساسا الفرق ما بين كل يعني طرف والتاني او سكين والتانية. خلونا ما نتكلمش كتير ونشوف المقص ده كويس وعملي ولا لا. ندخل بالطبق بتاعنا تاني والخضرة بتاعتنا والمقص، بصوا نشوف برضو اذا كان هو هيقص كويس وحاد كده ولا ايه. لا بصراحة ممتاز، بيقص مش رخم معايا في القص او تقيل مثلا او انا لازم اضغط جامد جدا عشان اقص، لا يا جماعة بمنتهى البساطة. انا شايفة بصراحة ان هو انجز معايا قوي و قصها هو بشكل صغير تمام. انا برضو المفروض ان انا ايه بتحكم فيه، يعني في المنتج اللي قبله انا مكنتش بتحكم في السمك، هنا انا اقدر ان انا اتحكم في السمك شوية، ان انا اقرب الخضرة شوية او افرمها تاني مرة كمان. بس المهم ان هو حاد بصراحة كمان سريع، فانا بصراحة شايفة المنتج ده كويس جدا. بس الحقيقة ان انا كنت جايباه من فترة طويلة ومش فاكرة بصراحة كان سعره كام، بس اعتقد ان هو هيبقى في نفس رينج القطاعة بتاعت البقدونس دي، يعني ما اعتقدش ان الحاجات دي بتبقى غالية قوي، يعني اعتقد ان هو عمره ما هيعدي 50 جنيه. طيب نيجي بقى للمنتج ده. المنتج ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن المقص ده بالشكل ده تقريبا، هنا الامان بتاعه قوي. المقص ده ان انا معاه الكاتنج بورد بتاعه تمام، اقدر ان انا اقطع الحاجة على الكاتنج بورد دي من غير ما نحتاج بقى ان انا اجيب الكاتنج بورد بتاعتي الكبيرة. لفرض مثلا انا عايزة اقطع حاجة على الحلة على طول، اقوم مقطعة عليها كده، وبرضو هي ايه المفروض ان هي تكون عملية وسهلة. بصراحة قعدت افكر اقطع بيها ايه، حبيت ان انا احطها تحت اختبار صعب شوية عشان اعرف هل المقص ده حد ولا لأ، فمحبتش بقى اجيب خيار، محبتش اجيب كوسة، محبتش اجيب الحاجات دي السهلة، قررت ان انا اجيب الجزر لان جامد شوية، واشوف اذا كانت هتقطع بسهولة ولا لا، هتبقى حادة برضو. لا بصوا يا جماعة دي اتنطرت تقريبا، محتاجة اعمل بالراحة، بس هي قوية. بس الجزء بقى اللي هو بيبقى الصعب اللي بيبقى في اخر الجزر، مش عارفة خليني اقطعها كده. حلوة قوي على فكرة، حلوة وعملية جدا. ممكن ما احتاجش بعد كده خلاص الكاتنج بورد بتاعتي، استخدمه على طول. بصراحة المنتج ده كده يكسب، انا عاجبني برضو علشان لو في اي اطفال او حاجة ده الامان ده نقفله كده. برضو هو طبعا ما ينفعش الاطفال تمسك الحاجات دي، بس لو فرضنا يعني احنا عارفين الاطفال دول بيعملوا مصايب، لو فرضنا لاي حاجة لا في الامان دوت، فكرته بصراحة كويسة جدا. المنتج بقى اللي معانا دلوقتي هو قطاعة التفاح. طبعا انا عارفة ان انتوا هتيجوا تقولوا هو وصلت بينا التفاهة ان احنا نجيب قطاعة مخصوص للتفاح، بس عادي يا جماعة يعني ما مش هيقول لا، هي اصلا كان سعرها رخيص، كانت في حدود 20 جنيه تقريبا، انا مش فاكرة بالظبط، بس هي الفكرة كلها ان هي بتقطع التفاح بالاشكال دي، وفي النص بشيل بقى الجزء خالص اللي هو بيبقى فيه البذر. وعلى فكرة يعني اصلا البذر ده غلط في العادي، يعني انا قبل كده شفت فيديو، انا برضو مش عايزة ادخلكم اوي في تفاصيل ان انا افهمكم بقى ان قد ايه خطورة البذر والكلام ده كله، وان دي بقى مهمة والحاجات دي، لا والله هو مش كده، بس انا فعلا شفت قبل كده فيديو بيتكلم عن ان البذر بتاع التفاح ده كتره ممكن يسبب تسمم للانسان العادي، وحاجات بسيطة جدا منه ممكن تأثر جدا جدا على الاطفال، فما ينفعش ابدا انا ادي تفاحة لطفل تكون فيها بذر التفاح، او مثلا لو هسلق تفاح لازم اكون حريصة جدا ان انا البذر بتاع التفاح يكون متشال. بس يعني سواء هتجيبوها او مش هتجيبوها خلي بالكم، بص احنا بحطها بالشكل ده، بحاول ان انا اوسط الدورية دي في النص كده تمام،
وبعدين بقى بضغط بقوة كده اهو بس كده. ادي التفاح طلع اهو، بشيل بقى دي التقيلة ورخمة. هي عامة هي التفاحة دي اللي ناشفة شوية، بس هي في العادي بتبقى اسهل من كده. دي بقى برميها خالص اهي، ودول بيفضلوا بالشكل ده. يعني عادي بقى ممكن تعتبروها شكل حلو، تدوا بقى طفل مثلا تزينوا بيها حاجة، بس يعني هي لطيفة مش ضرورية. يعني مش هقول ان دي ضرورية، اه يا جماعة تجيبوها وجربوها ومهمة وان هي بقى ايه بتوفر عليا وقت كتير، بس هي لطيفة يعني شغالة ومش وحشة واشتغلت، يعني الهدف منها اشتغل اهو. بالنسبة للقطاعة دي فهي مشهورة جدا في محلات الاكل السوري، هي اللي بتقطع البطاطس بالشكل الزجزج ده، وكمان بقت مشهورة جدا في محلات الادوات المنزلية، هتلاقوها في اي محل ادوات منزلية موجودة ومتوفرة جدا وبكميات كبيرة. طيب تعالوا نشوف هي بتعمل ايه لو اي حد يعني مش عارفها. سعرها رخيص ما بتعديش ال10 جنيه. تعالوا اقول لكم، ادي البطاطسايه اهي. تمام، بجيب البطاطسايه وببدا اقطع بالجنب بالشكل ده. تمام، بصوا قطعت لي بالشكل الزجزاج ده. اوكي، وبعد كده بقطع كده شايفين؟ شايفين البطاطسايه بقت مزجزجه كده ازاي؟ وهكذا اقطع بالجنب كده. تمام، وهي حاميه. البطاطس الشبس عادي برضو ممكن اقطعها، لما تكون عندي البطاطسايه كامله اقدر ان انا اقطع بالشكل ده كده، وطبعا اتحكم في سمكها، يعني عايزاها رقيقة عايزاها تبقى مليانة شوية وبس. وادي شكلها اهو، بصوا هو ده الشكل الزجزاج اللي بتشوفوه في محلات الاكل السوري. بصراحة انا شايفة ان هي حلوة وعملية، بتدي شكل حلو، ممكن تفيد اكتر الاطفال يعني ان هم يعجبوا بشكل البطاطس. ممكن تقطع تفاح وكمان سعرها رخيص. المنتج اللي معانا دلوقتي دي بتاعت البيض المسلوق. المفروض ان انا اقطع البيض مسلوق، يعني بقشر البيضة يعني بعد ما اسلقها واحطها هنا، والمفروض ان انا بقفل عليها كده. المفروض ان هي تقطع لي البيض المسلوق يعني قد، بصوا قد الفتحة دي بالظبط كده، كل شريحة تبقى قد دي بالظبط. طيب هنشوف اذا كانت بتشتغل ولا لا. تعالوا بينا يلا نجرب البيضة. معايا بيضة اهي لسه سلقاها، تعالوا بقى ايه نقشرها كده مع بعض ونشوف. انا بقى اللي مش قادرة افهمه انا ليه اشتريت المنتج ده اصلا، وانا ما بكلش اصلا بيض مسلوق، ما بحبوش خالص. اشتريته ليه انا مش عارفة. هو خلاص هو حاجة بتقطع البيض المسلوق، فضول بقى، لا قلت اجرب. مينفعش، الفضول هيموتني لو معرفتش اذا كانت فعلا شغالة ولا لا. حاجة يعني مش عارفة والله يا جماعة. انا حاسة اصلا ان انا من الفيديو بتاع النهاردة ده ان انا بفكر كل عروسة قربت ان هي تتجوز بالحاجات الصغيرة دي اللي هي بتاعت البيت، اللي هي الرفايع اللي بيقولوا عليها دي. حاسة ان انا فكرتكم بكل الرفايع اللي المفروض تشتروها. خلاص قشرنا البيضة، هنحطها تحت الاختبار. وانا حقيقي مش عارفة البيضة دي هحاول اديها لأي حد بقى غير ياكلها، انا مش ما بحبش البيض، مش عارفة المفروض احطها كده ولا كده، مش عارفة، بس اعتقد كده عشان تاخد البيضة كلها بالطول. طيب خلونا نجرب ونشوف اذا كانت دي. انا اصلا مش حاسة ان هي حامية خالص. بصوا يا جماعة، مش عارفة، مش حاسة ان هي حامية، مش عارفة فعلا هتعملها ولا ايه. جماعة انا كل ما اضغط البيضة بتتزفلط مني من هنا، انا مش عارفة بجد المفروض اعملها كده ولا اعملها كده. نجرب بقى كده وخلاص. بسم الله. بصوا انا حاطة ايدي من هنا، الصباع من هنا، عشان هي حرفيا بتتزفلط. جماعة قطعتها،
هي مش حامية خالص، بس انا اعتقد اصلا عشان البيض خفيف يعني اتقطع من اي حاجة. تعال نشوف بقى شكلها. طب ايه ليه يعني؟ تمام. هي بصوا هي كشكل حلو، بس اللي بيحب البيض بقى لو عايزين بقى تفتحوا نفسكم على البيض بقى بالشكل ده، ولا تدوه الاطفال او اي حاجة من الحاجات دي، فالمنتج ده حلو بصراحة، وكان سعره 15 جنيه، فبصراحة شايفة ان هو سعره حلو على الشكل ده بقى. بس اللي حابب بقى يا جماعة تعالوا كلوا البيض اللي مش عارفة اوديه فين ده. يا رب اكون قدرت افيدكم النهاردة واقول لكم اذا كانت المنتجات دي عملية وكويسة ولا لا. ما تنسوش بقى اللايك والسبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وكمان هسيب لكم تحت في الديسكريبشن اللينك بتاع الانستجرام بتاعي، هستنى كل المنتجات اللي انتوا حابين ان انا اجربها على الانستجرام، ابعتولي على طول وانا هروح اشتريها وهقول لكم سعرها ونجربها مع بعض اذا كانت كويسة وعملية وتنفعنا ولا ما تجربوش. يلا واشوفكم في الفيديو اللي جاي. باي باي.